السيدات والسادة أسعد الله مساءكم بكل خير تتضافر جهود المؤسسات الحكومية بشراكة مع منظمات المجتمع المدني للخروج بالعملية الانتخابية المقبلة بأفضل صورة ممكنة ومن أبرز الجهات الحكومية التي تدعم جهود الهيئة المستقلة للانتخاب في تنظيم الانتخابات البرلمانية المقررة في العشرين من أيلول المقبل هي وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية واليوم يسرنا أن يكون ضيف حلقة اليوم من برلمان 2016 معالي المهندس موسى المعايطة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية أهلا وسهلا بك أهلا, فيك. أهلاً فيك. يعطيك شكراً العافية لك. اليوم الله يبارك فيك شكرا لكم معليك قبل الخوض بتفاصيل الدور المنوط بكم في دعم جهود الهيئة المستقلة للانتخاب ما هو دور الوزارة في تنظيم عمل الأحزاب السياسية كخلف لوزارة الداخلية التي كانت تتولى هذه المهام سابقاً؟ يعني كما تعلمون قانون التعديل الاخير لقانون الاحزاب نقل مسؤوليه العلاقه بين الدوله وبين الاحزاب السياسيه الى وزاره الشؤون السياسيه، وهذا كان مطلب قديم قدمت فيه الاحزاب، وكان احدى ايضا توصيات لجنه الحوار الوطني في عام 2011 لاسباب كثيره، طبيعي هذا نقل اعباء كبيره على وزاره الشؤون السياسيه لان نحن نتعامل مع خمسين حزب حاليا مرخص، في عندهم كثير من القضايا اللي بتتابع في القضايا التمويل المالي ايضا واللي بتقوم فيها يعني في هذا الدور وهذا كمان الدور بده رقابه وتدقيق وغير ذلك ترخيص الاحزاب ايضا عندما هناك صحيح انه لجنه هي مشكله من الوزاره لكن كل ذلك يتم عن طريق الوزاره وانا اعتقد حاليا أن يعني اللي شفته ولاحظته من معظم الاحزاب في اللقاءات اللي تم عقدها حتى عقدنا في المده الاخيره لقاءات مع كل الاحزاب السياسيه بدون استثناء ان هناك ارتياح في التعامل مع الوزاره ومع دائره مديريه الاحزاب في الوزاره وبحيث اصبحت الاحزاب تشعر ان هذه الوزاره هي بيتها طبيعي هلا مرات في البيت الواحد حتى في البيت في ممكن يختلف الاب والولد والام في بتصير خلافات بسيطه نحلها لانه في بدك يعني هناك قانون في النهايه نحن نطبق القانون والانظمه فقط لا غير ولكن نحاول ان نساعد الاحزاب والقانون نحن نطبق القانون ولا نحاول يعني ان ننتقم او نسيء من من اي حزب مرات في خاصه في قضايا التمويل المالي أنه في اسس هناك التمويل ويجب ان يكون يجب على الاحزاب ان تقدم ميزانيه عامه ويتم فيها وايضا ديوان المحاسب لان انا بتكلم عن اموال عامه هاي الاموال مش ملك الوزاره وملك لشخص هي اموال عامه من خزينه الدوله من جيب المواطن واعتقد انه استطعنا ان نتاقلم بسرعه وحاليا الامور ماشيه بشكل جيد وانا اعتقد هذه العلاقه هي صحيه اكثر لانه وزاره الداخليه هي وزاره كبيره لها اولويات كثيره ومهام كثيره مم. احنا بنعرف فيها مسؤول مسؤوليات كبيره جدا من وزارات المهمه جدا يمكن قضيه الاحزاب يمكن ما كانت تاخذ الدور اللي بدها اياه لكن في وزاره الشؤون السياسيه هي اصبحت تشعر ان هذه الوزاره هو بيتها مم. الكبير مم. وممكن معليك تكون القانون قانون الانتخاب الوضع الان قوائم هي نواه لتشكيل الاحزاب يعني في المستقبل يعني بدي اقول قانون الاحزاب ليس يعني قانون الاحزاب عدل والقانون الحالي النهائي الذي تم اقراره في المجلس الامه وصدرت الاراده الملكيه في قبل في الدوره الاخيره في الدورات م. الاخيره هو كان ما في كثير ظل في قضيه م. العدد في قضيه هلا في نقاش انه العدد قليل او لا المؤسسين لكن اهم من قانون حاليا وفي قانون الاحزاب هناك تمويل مالي ينص يعني على التمويل المالي للاحزاب ما ظل شيء سوى فتبقى الانتخابات أنا أعتقد الانتخابات هي المسرح الأساسي أو هي المجس الأساسي من أجل والذي يطور عمل الأحزاب فلهذا آه تم زي ما قلت قانون جديد كان هناك دائما نقاش حول كيفيه تفعيل الاحزاب السياسيه وتفعيل م. دورها وامكانيتها ان تخوض الانتخابات على اساس برامجيه م. وتحويل المجتمع من العمل الفردي الى العمل الجماعي وهذا قضيه مهمه جدا يعني حتى عقليتنا ومشان هيك كان هناك انتقادات كثيره للصوت الواحد م. سابقا القانون وتم اقرار قانون في في الانتخابات عام 2013 ينص على القائمه الوطنيه المغلقه كبدايه القائمه النسبيه لكن مغلقه على مستوى الوطن نتائجها لم تكن كما كنا نتوقع او كما هو مطلوب منها ولم تحقق الاهداف المرجوه لهذا تم الانتقال هذه المره الى قانون قوائم نسبيه بشكل عام على مستوى المحافظات و ومفتوحه بحيث تم الاستفاده من الشكل السابق القائمه النسبيه المغلقه التي لم تفتح مجال ولم تفسح مجال للتحالفات حيث كان يجري الاختلافات مين الاول مين الثاني اذا بتتذكروا مين الثالث في 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 القائمه بينما هنا في القائمه مفتوحه هناك فرص متساويه للجميع القضيه بغض النظر وين مركزه اول وثاني المهم ان تحصل القائمه على أصوات تؤهلها للحصول على مقاعد فقط هذا وأنا أعتقد هذا القانون أنا مسميه في ناس يمكن بزعلوا أو انتقدوا ما أقوله أنه هذا القانون مئة بالمئة هو قانون صديق للأحزاب هذا القانون صديق للأحزاب, للأحزاب. إحنا سنواصل لموضوع دعم الأحزاب ماليا ولكن معليك ما كشف استطلاع أجراه راصد أن 39 حزب يشارك بالانتخابات بمرشحين اي بنسبه 78% من الاحزاب المرخصه ويوجد 11 حزب اكتفت بالمشاركه بالاقتراع كيف تقيمون ذلك انا اعتقد ان الدور الاساسي للحزب هو تمثيل الناس يعني الحزب السياسي لم يجي كفكره او اختراع من من مفكر او فيلسوف المجتمعات طورت طرق تمثيلها ببساطه جدا لم يكن هناك كان هناك انتخابات برلمانيه ولكن هذه الانتخابات كانت تحصل بدون احزاب سياسيه، القضيه المهمه تم التطور هذا عن عندما راى المجتمع انه يجب ان يكون له تمثيل حقيقي، الانتخابات ليست هي كل شيء في الديمقراطيه، الانتخابات يجب ان ترتبط بالتعدديه السياسيه، اي الاراء المختلفه، لانه في كثير من الدول الشموليه سابقا كانت تجري فيها انتخابات، ولكن انتخابات حزبا واحد. ولم يكن هناك إمكانية. فالاحزاب السياسية هي دو... لها يجب أن يكون لها دور أساسي في التمثيل السياسي للمجتمع وللمواطنين. عدم مشاركة الأحزاب في الانتخابات أنا بشبهها يعني يعني, يعني هذا يصبح ويعطي علامة أن هذه الأحزاب ليس لها علاقة في الناس. هلا ممكن في احزاب جديده ترخصت ما لحقت تحضر حالها هذا هذا افهمه لكن ان يكون هناك احزاب قديمه صار لها فتره ولا تستطيع ان تشارك في اي مرشح حتى عدد المرشحين يجب ان يكون اكثر في رايي <applause> يعني كان يجب ان يكون عدد المرشحين لكن ان لا تشارك باي مرشح حيث تضع علينا علامه استفهام على هذه الاحزاب وامكانياتها القضيه خاصه ان هناك لا يوجد اي موقف سياسي من يعني مقاطعه ومقاطعة هذه الانتخابات تتميز عن الانتخابات السابقه ان كل التيارات والاطياف السياسيه اعلنت مشاركتها للانتخابات وهذه قضيه مهمه لهذا يجب ان نراجع انفسنا ونراجع ان الحزب السياسي الذي لا يستطيع ان يشارك في الانتخابات عليه ان يراجع نفسه انا اعتقد في مشكله لازم نراجعها مع بعض كلنا يعني معليك يعني عن نتكلم عن الوجود الحزبي على القوائم الانتخابيه نظام المساهمه في دعم الاحزاب السياسيه يعني الان اصبح بامكان الاحزاب السياسيه التي اعلنت مشاركتها في الانتخابات النيابيه المقبله التقدم بطلب الحصول على سلفه نص عليها نظام المعدل تصل الى 20000 دينار ما اهميه وجود دعم حكومي مالي للاحزاب حتى لو كانت على شكل سلفه وليست هبه. لا هي في عده يعني النظام الجديد يحوي عده تغييرات، اولا م. نظام التمويل المالي بدا في عام 2008 بدا وكانت فكره الدوله ان تساهم في تمويل الاحزاب، هذا فكره صحيحه وهي مطبقه في جميع انحاء العالم، لكن انا اعتقد القضيه انه في النظام المالي حاليا او نظام المساهمه في دعم الاحزاب م. في اوجه الصرف لم يكن هناك مسموح ان تصرف الاحزاب فيما يتعلق في الحملات الانتخابية والمشاركة مع أنه هذا جزء أساسي من عملها كانت فقط مسمية تصرف أوجه صرف مكتبية أجار مقر كهرباء مي كله ولكن ليس هذا الأساس التمويل المالي في العالم كله إذا بنقرأ يعني كيف بدأ بدأ في الأساس في الدول الديمقراطية في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب لأنه وكان القصد منه أول طبيعي الحزب السياسي يجب تشجيع التمثيل السياسي للناس ومن ثم تحقيق نوع من العدالة والتكافؤ بين الأحزاب ممكن يكون في أحزاب عندها إمكانية أكثر من أحزاب فتم التمويل ولكن هذا التمويل دائما ارتبط في نتائج الانتخابات <applause> يعني كل الدول العالم التي متقدمة والديمقراطية التي تمول الأحزاب تمول على اساس نتائج الانتخابات، مم. يعني عدد المقاعد التي يحصل عليها الحزب، عدد الاصوات التي يحصل عليها الحزب، حتى لو ما حصل على مقاعد تؤهله بس في نسبه بناء على ذلك يتم التمويل و... بناء على ذلك التمويل وليس تمويلا مسبقا، مشان هيك مم. ممكن بعض الدول المتقدمه بديش زي تركيا في مان يصل الحزب الفائز اذا فاز بعدد كبير 50% الى 10 15 مليون وهذا مم. اللي وهذا هو الفكره الاساسيه، مشان هيك تم تعديل النظام بهذا الاتجاه، وانا مم. اعتقد في المستقبل يجب ان يعد للنظام كاملا فقط من اجل ان يربط التمويل المالي للاحزاب في الحمله الانتخابيه وبدي اعطي مثال بدي يعني م. على هذه القضيه وهي مهمه انا حاب اوضحها في الذات قضيه التمويل م. لانه حكينا عن مشاركه الاحزاب م. او عدم مشاركتها، يعني نحن معنيين مشاركة الاحزاب م. والدوله تمول هذه الاحزاب من الخزينه والخزينه م. اموالها تاتي من جيبه المواطنين منا كلنا اللي قاعدين هنا م. وإذا يجب أن تذهب هذه الأموال لمن يرغب بها المواطن مم. ورغبة المواطن تأتي وتتبين متى؟ مم. في عدد الأصوات التي يحصل عليها الحزب حزب. هذا الحزب أو ذاك مم. فمش معقول نمول الأحزاب أو نمول حزب ولا يستطيع أن يشارك في الانتخابات ولو بمرشح واحد ولو مش يعني أنا بشبهها دائما بحكي هذا زي واحد بيجيب فريق كرة قدم بما أنه الدوريات بدت في العالم وإحنا وبجهزه وبجيب له مدربين وبعطيه بغض النظر وبجهزه في المال وكل شيء في النهايه بشاركش في الدوري شو استفدنا؟ ما استفدنا من الفريق ولا من لاعبي. من اللاعبين آه معليك طب يعني هل لا يتعارض مساله دعم الاحزاب السياسيه مع مبدا الاستقلاليه لا لا ابدا اذا كان هناك في فرق الدعم الذي ياتي عن طريق قانون واضح ونظام مم مم واضح لا يكون فيه اي محاوله للاستئذان بدي اعطي مثال طب ما هو الاحزاب السياسيه في 2013 عده احزاب سياسيه قاطعت الانتخابات م. وبقيت تحصل على الدعم المالي إذا كان هناك محاولة للضغط على الأحزاب كان ممكن لكن في قانون نظام واضح يعني نحكي فوق الطاوله الدفع مم. مش تحت الطاوله مم. بدون نظام بدون فهي ليست وسيله ولا تربط كل أحزاب تعرف في 2010 ايضا هناك أحزاب قطعت مم. وبقيت من 2010 لحد الان تحصل على حصتها في الدعم المالي ما دام انها يعني ضمن اطار القانون والنظام المالي مشان يعني هيك في النظام المالي الجديد تم تعديله مش فقط السلفه اللي هي سلفه من اموالها الفل ايضا هناك ز... تم زياده المبلغ المخصص في حاله نجاح مرشح الحزب من من 2000 الى 5000 دينار ايضا هناك مبلغ اذا تم هذه الاحزاب عقدت ائتلافات معلنه إذا شاركت في كذا دائرة انتخابية في عدة دوائر انتخابية إلها نسبة أيضا تحصل على أموال القصد منها تجيع مشاركة الأحزاب في الانتخابات وه... لأنه هذا القانون يعني هلا بقدرش يمكن كان أحطه يمكن كان أحطه بشكل خجول في القانون الصوت الواحد لكن في هذا القانون بقدر أحطه بسهولة ووضوح وفي المستقبل في رأيي يجب أن يربط التمويل المالي للأحزاب في نتائجها للانتخابات وفي مشاركاتها في الحملات الانتخابية وهذا ما يجري في كل العالم وليس عندنا فقط جميل لما عليك يعني مسألة دعم الأحزاب السياسية لا يتعارض مع مبدأ الاستقلال لا لا أبدا و... ما قلت يعني مثال أنه الأحزاب في 2010 و13 عدة أحزاب قطعت الانتخابات وبقيت تحصل على مستحقاتها كاملة مم. مدام تطبق القانون جميل أنتم راهنتم معالي المهندس على مشاركة جيدة في الانتخابات وتحديدا لقائكم مع عمداء شؤون طلبه عده جامعات والذي جرى بمدينه الحسين للشباب. تنبأتم بنسب مشاركه في الانتخابات تفوق التوقعات. لا انا ما قلت تفوق، انا قلت هناك الاعداد ممكن ان تزيد، ليش؟ احنا م. يعني مش النسب مشاركه تفوق ولا النسبه، انا قلت ببساطه جدا ان عدد المسجلين في الانتخابات السابقه كان مليونين وشوي صحيح. في القانون الحالي فتح المجال بحيث اصبحت الهيئه العامه او سجلات الناخبين م. من يحق له ان ينتخب كل مواطن ينطبق عليه شروط القانون بدون سجل او ما سجل عن طريق دائره الاحوال المدنيه بلغ بلغ السن القانوني وفي الشروط تلقائيا يصبح مسجل اسمه في سجلات الناخبين اي ان الهيئه العامه للناخبين تضاعفت من مليونين لاربع ملايين وهذا شيء ايجابي لانه في ناس كثير كانت ما تسجل مثلا م. قبل الانتخاب باسبوع تشوف قائمه تعجبها قائمه زي ما كنا نحكي قبل الف... الحلقة. ف... ف... قبل الحلقه قبل ف... الحلقه فشو اللي بيصير يصير طيب ما بقدرش اساعد انتخب م. لاني مش ب... بينما هلا عنده فرصه حتى لو كان فهذا 100% يرا... مي... 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 راح يزيد العدد لانه م. انا زاد الهيئه العامه من مليونين ل ملايين فاكيد العدد راح يزيد م. ايضا مشاركه وعدم وجود مقاطعه من اي جهه سياسيه ايضا لانه الاحزاب في النهايه من يحفز على المشاركه ايضا الاحزاب السياسيه والتيارات السياسيه اللي بتشارك بتجيب ناس جماهيرها يصوتوا لها، فهذا راح يزيد عدد ال 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 عدد الناخبين وليس النسبة لانه عدد انا اعتقد ان عدد الناخبين سوف يكون اكثر من الانتخابات السابقة، هلا قضية النسبة هي شيء مختلف لانه احنا قلنا زاد في اعداد كبيرة ايضا موجودة في الخارج لا تنتخب، في إن بعض الاخوان وعدد لا بأس فيه من الموقوف حقهم في في ضمن الاربع ملايين في الانتخاب بسبب وجودهم في الاجهزه الامنيه والعسكريه لكن انا اعتقد ان العدد سوف يزيد مم. نتيجه السببين اللي قلت لك اياهم تضاعف عدد الهيئه العامه اي الناخبين واحد والثاني مشاركه جميع الاطياف السياسيه بدون أن يكون مقاطعه معالي المهندس اهم أنا... شيء انه العدد سأ... انا بقول آه العدد. إذا العدد زياده العدد من مليون و الف اظن اللي شاركوا في الانتخابات انه راح يكون اكثر من ذلك ان شاء الله تعالى بنتمنى ذلك احنا راح نكمل محاور لقائنا مع ليك ولكن مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل ابقوا معنا اهلا بكم مشاهدينا من جديد في برلمان 2016 مع معالي المهندس موسى معاي الله تحدثنا قبل عن قبل الفاصل معاليك عن دور الاحزاب ودعم الاحزاب ماليا وتنباتم بنسب مشاركه مرتفعه الى حد ما كما قلت لأن العدد عدد, عدد دقيق من العدد ايه سوف يزيد اكيد الان سنتحدث عن انه الجهه المنوط بها تنظيم العمليه الانتخابيه بشكل عام هي الهيئه المستقله للانتخاب الا اننا نجد نشاطا ملحوظا منكم في هذا الإطار هناك أسئلة بصراحة تثار عن هذا الدور إذ كان يعكس تدخلا واضحا في عمل هيئة يعني أنا مش عارف مع أنه النشاط يبين يعني شنو النشاط اللي بنقوم فيه وشنو نشاط الهيئة أولا الهيئة المستقلة هي الجهة الوحيدة المناط بها عملية الإدارة وإشراف على الانتخابات وهذا بدأ في عام 2013 وهي المسؤولة عن كل الحكومة فقط واجبها أن تقوم بدعم هذه الهيئه لكن هذا لا يعني ان الحكومه او الدوله لأن الانتخابات في النهايه انتخابات دوله هي مشهورة مسؤوله من البي... عن وضع التعليمات عن قبول المرشحين عن الطعونات عن الفرز عن الاقتراع عن السم... عدم السماح لاي جهه بالتدخل نهائيا مهما م... 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 كانت رسميه او اهليه يعني ولكن بدي اسالك سؤال هذا القانون الانتخاب مين وضعه مش هو وضعهش الهيئه المستقله إذا بنذكر الحكومة صحيح. تقدمت به صحيح. إلى المجلس الأمة مجلس الأمة ناقشه وأقره ومن ثم صدرت الإرادة الملكية فهذا القانون هو قانون الدولة أصبح وقانون الحكومة م. من مهام أيضا الحكومة الدفاع عن القانون والاختلاف فيه من ناحية السياسية م. الهيئة المستقلة مهمتها تنفيذ القانون وليس يعني تنفيذه م. كما جاء ولا تدخل في النقاش السياسي م. حول هذا القانون إنه هذا القانون سياسي في النهاية مش يعني قانون هي عليها الإجراءات الإدارية فالهيئة هي تقوم بتنفيذ القانون وهذا مهم جدا للحفاظ على حياديتها لأنه بتعرف القانون ممكن في ناس معه وفي ناس ضده وهذا بتحمل مسؤولية الحكومة. من معه ومن ضده لانه مشروع الحكومه اللي قدمها هذه قضيه فشرح القانون جزء من عمل الحكومه ايضا بالاضافه للهيئه التحفيز على المشاركه والتوعيه في كل النشاطات الحكومه لها مصلحه أن هذه الانتخابات انتخابات دوليه المهم ان هناك دائما بين الهيئة وبين الجهات الرسمية هناك فرق واضح بأن الهيئة هي المسؤولة الأولى عن انتخابات لحد الآن هذا الأمر هناك كثير من التعليمات التي يصدرها الهيئة والحكومة لم تتدخل فيها ولن تتدخل فيها وهذا قضية القبول بالطعن للمرشحين واللي ذهبوا للمحكمة للهيئة. وللهيئة الهيئة الفرز والاقتراع من يضع ورقة الاقتراع أهم شيء أوراق الاقتراع الصناديق النهائيا هي الهيئة مسؤولة عن عملية الانتخاب من ألف إلى الحكومه تقوم بدورها في الدعم لان هناك دعم لوجيستي لها في حمايه حمايه الانتخابات من هذا مسؤوليه الحكومه والجهات الامنيه ونحن كوزاره شؤون سياسيه نحن حلقه الوصل وانا مكلف بذلك كوزير لهذه الوزاره بين الهيئه المستقله وال الحكومة. حكمة. في كثير يعني من قضاياها ومطالبها وحتى لما يكون في عندها يعني أنا على اتصال مع معالي رئيس الهيئة يوميا هو بيتصل فيه إذا في إشكالية أو أنا بيتصل فيه لحل الإشكالات ولكن لا أحد يتدخل في قرارات الهيئة المستقلة يمكن معليك ما أثار ذلك بعض تصريحات لحضرتك أنه نتائج الانتخابات ستحتاج إلى يومين أو ثلاثة أيام. يعني أنا ما كنت. هذا صراحة. لم أصرح بذلك. أنا كان في معرض الإجابة على سؤال كنت في لقاء. في إربد. في إربد. م. واذا بنلاحظ انه معظم اللي نشرت في صحيفه واحده كعنوان صحيح, صحيح, زي لا تقربوا الصلاه اكيد لانه جرائد الثانيه نشرت عنوان وفي المضمون اذا بتقرا اصلا كان شيئا مخالف يعني اللي بيقرا مضمون الخبر والعنوان في شيء ثاني لم يكمل يعني زي اللي قلت لك المهم في معرض السؤال كثير المواطنين يتساءل سالني احد الاخوان من الوعاظ الموجودين او الائمه انه صحيح انه الانتخابات ممكن تقعد اسبوع النتيجه قلت له ما اظن ما سمعتك انا بعرف ان الهيئه صرحت في بدايه يعني الانتخابات انه ممكن 48 ساعه او اكثر او اقل مش هذه المشكله لكن الهيئه هي صاحبه القرار في النهايه مش صاحبه القرار هي التي تستطيع ان تقرر او ان الوقت. أن, أن, ان تحدد الوقت حسب لأن هي المتابعة الانتخابات مش أنا يعني فاكيد. لكن أنا أعتقد أنه بسبب القانون الجديد سوف يختلف مئة بالمئة خلنا نعطي مثال في القانون السابق صوت واحد يجي موسى عيسى أحمد يعني يقرأ الورقة موسى يحط شحطة هون شحطة هون في النهاية بتجمع بتبين طب أنا هلأ في عندي اسم واحد صوت واحد بينما هون هلأ تفتح الدفتر بدي أول شيء القائمة الانتخابية قائمة ألف بدي أعلم عليها ومن ثم من داخل القائمة أبدأ أقرأ بالأسماء إذا عندي عشر أسماء في زي محافظة الكرك أو البلقة الحد الأعلى فبدي أقرأ عشر أسماء وأحطهم على الطاولة على اللوحة هذا يحتاج أكيد مئة بالمئة أنا كنت أقرأ صوت هلأ بقرأ أضعاف يعني كنت اقرا صوت بقرا اضعاف غير عمليه العد بعدين والهي فاكيد يعني راح على الأقرى. انا بذكر الاخوان الشباب انتم جيتكم انا شاركت في بانتخابات 89 كداعم للقوائم يعني ما كنتش مرشح وكان هناك نظام الكتل يعني مش الصوت الأغلبي مش كتلة تصوت العدد من المرشحين بقدر عدد المقاعد بتذكر في الكرك نزلت قوائم طبعا أنا روحت مستوي الساعة لأنه كانش في ترتيب مش ناس من يعني أول انتخابات تجري الساعة عشرة بالليل والنتائج لم تصد تخرج من الكلية الفرز ما زال عشرة صباحا عفوا عشرة صباحا والنتائج لم تكن معلنة نهائيا ومجموعة بس تعب ما قدرتش يعني مش نايم طول الليل لأنه كان فقط اسماء تكرم مش قائمه واسماء بالاضافه بعد ذلك بدي يكون حساب نسبه كل كتله في البدايه ما حصلت عليه من من مقاعد وذلك مضروبا في عدد المقاعد على عدد المقترعين وهي هذه النسبه ومن ثم هذه النسبه بدي بعدين اذا طلع لقائم مقعد بعد أساس انه حدد كل توزيع المقاعد على القوائم كل قائمة عندي عشر مقاعد أو ثمان مقاعد بقول هاي القائمة طلعت على اثنين أو ثلاث بعد ذلك أبحث من حصل عليها من القائمة اللي هو أعلى الأصوات داخل القائمة <applause> هاي أكيد راح تأخذ وقت يعني لكن بقول شغلة وقت طويل هلا بعرف جدا يمكن تأخذ 24 ساعة كما أنه <applause> يمكن ثاني يوم بس مش أكيد, أكيد في الدقيقة لكن الناس عندنا <applause> متخوفين أكيد المهم هناك لا يوجد فترة من انقطاع مندوبي المرشحين والكتل ومندوبي الاحزاب موجودين دائما مم. وفي اجراءات كبيره في قضيه انه الاعلان وتصوير وتعليق النتيجه على اللوحه فهم اي مندوب مندوبي الاحزاب يستطيع في العالم كله حتى في الدول الديمقراطيه في شيء يسمى بارال كاونت اللي هو عد موازي مم. الاحزاب بتعد في كل مندوبينها وبيطلع في النتيجه تقريبا بس الناس لسه خايفين انا بذكروه انه يصير شيء هلا هذا الكلام صحيح لو يكون في فتره انقطاع ما دام انا قاعد بعد وبفرز وبعدين بجمع الاصوات بعدين شغالي. في ناس موجودين في <applause> في القاعه في اللجنه الرئيسيه <applause> وين ببدا تجميع الاصوات لكل لانه انا بروح من من مركز لمركز بدي اجمعهم في مكان وبعد التجميع موجودين كل الناس هذا لا يعني شيء في بعض الدول بيستغرق انا قلت في بعض الدول قد يستغرق ستة ايام او ست ايام الناس عندنا قلت بشبه الناس خايف بيخافوا كانه بيذكروني افلام او قصص اجاتا كريستي انا كنت احبها وانا صغير انه مره واحده بتطفي الكهرباء بتولع الكهرباء ولا في جثه هيك يعني القضية بتصير لا ما دام احنا موجودين وانتم موجودين هلا يمكن تخلص ب 24 ساعة الهيئة هي المسؤولة عن تحديد الوقت او يعني مش تحديد لان هي بتقدرش تحدد مسبقا هي تحاول ان تخرج النتيجة باسرع وقت لكن الاجراءات وخاصه انه نحن لاول مره نطبق مثل هذا القانون فاكيد مش راح يكون بالسرعه بس تخوف الناس وشك الناس مشكله مم. يعني اذا بنحكي معك بتحس دائما في تشكيك <applause> هاي قلت لك مش مم. مش لازم انا اهم شيء انه ما دام المندوبين موجودين في العمليه يعني بنفرز خليني اشرحها ببساطه جدا مم. في قاعده بعد ما ينتهي الاقتراع الساعة سبعة إذا مدد للتسعة مم. يعني الاقتراع مرات يمدد مشان الناس طيب للتسعة بعد التسعة, بعد التسعة بيبدا التاكد من عد الاوراق في وقت كل شيء بياخذهم الصناديق بعدين بيبدا الفرز ما دام الناس موجودين من المندوبين ومراقبين على الفرز واضح وقلنا الفرز حتى الهيئه تقول انه الهيئه الفرز راح يكون في عليه كاميرات بحيث انه الورقه لما تقرا تكون شايفينها كل اللي اللي موجود بعدها بدهم يصير في اعلان يعني عدد الاصوات في كل قائمه وعدد اصوات كل مرشح داخل القائمه ويتم توقيع عليه من اللجنه وعرضه واعلانه وت... على ال... يعني كل, كل... بيقدر يصوروا اي مم. اي حدا أي... على... على الباب اذا فما في انقطاع بعدها هو معاه الورقه بروح على اللجنه على المركز يعني وين بتجمع الاصوات بدهم يقولوا مركز اقتراع كذا اخذ 100 صوت للقائمه مركز اقتراع اول شيء بده بال بال, بال... شوف انت المشكله انك بدك تعد مم. يعني لكل قائمه عدد الاصوات إلها وهذا سهل، م. تعرف يعني من السهوله جدا ان احدد عدد المقاعد، م. مركز اقتراع كذا حصل على 100 على 200 بيجمعوا الاصوات هو موجود ناس م. قلت لك ما في انقطاع وبعدين بعد ما احدد بده يكون جامع اصوات المرشح م. موسى وعيسى في كل الدول كل واحد كم جاب قديش جابوا وكمان هي بدها وقت مش مرشح م. واحد هلا م. سابقا كان يتم تجميع مرشح واحد سهل يعني بينما بدي احكي عندي 10 قوائم ب مية 100 بينما كانوا ممكن يكونوا 15 سابقا وما دام ما فيش انقطاع انا بقدر اعرف النتيجه وانا بحسبها قبلهم م. كمان م. المندوبين المهم كما قلت لك ما راح يكون في انقطاع على طريقه اجاتا كريستي ومره واحده تصحى وتلاقي فالناس يعني تصحى تلاقي يعني يا زي جريمه في قطار الشرق السريع يعني هيك كانت تحصل الجرائم فمشان هيك انا اعتقد علينا يعني ان نثق بهذه العمليه مم. وان نثق وكل مرشح موجود له مندوبين ويستطيع ان يتابع بس ما ممكن بدل ما يطلع 6 الصبح تطلع 12 الظهر تطلع المساء في النهايه الاعلان الرسمي ايضا سوف تقوم هلا سوف يعلن كما فهمت مم. من الهيئه تعليماتها في كل دائره نتيجه كل دائره لكن الاعلان الرسمي حسب القانون يجب ان يعلن من رئيس اله... يعني مفوض... مجلس المفوضين يجب ان يوافق عليه ويعلن مم. هذا اللي قد يتاخر لكن أنا يعني مرة ثانية بأكد الهيئة هي المسؤولة عن هذه القضية الهيئة اللي, اللي تقدر الوقت حسب إمكانياتها ومرة ثانية بقول بعرف أكيد ما راح يكون زي الانتخابات السابقة زي ما شرحت هي بحاجة إلى وقت أكثر فنيا يعني إمكانية وهي يعني بالمنطق بحاجه الى اه اللي شارك. شرحت بالمنطق هلا مش را... وهذا لا يعني عيب في بعض الدول تخرج ال... ال... النتيجه بعد ثلاث اربع خمسة ايام مم. انا اذا بتابع الانتخابات في دول اوروبيه كثير الانتخابات مم. ما بتخرج بنفس الليله مم. بس في الاحزاب السياسيه تقوم في عد مم. عد يعني مرات كثيره بنلاحظ انه قبل ما ينتهي الفرز خاصه اذا كان رئاسه انتخابات رئاسه برلمانيه او هاي بقوم ال... 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 المرشح اللي مش اللي قبل ما تنتهي لانه شاف عرف النتيجه يعلن يهني خصمه الفائز لكن ف... بس ما في انا يعني اعتقد القضيه الاساسيه ان نثق ما ما فيش انقطاع على طريقه اجاتا كريستي هلا بس يحكوا انه عليك حكيت انه خمس ايام بدها النتائج لا لا ما بقولش خمس ايام انا بقول يمكن 24 ساعه يعني الهيئه اللي تقرر بس اكيد راح تاخذ وقت اكثر اكيد هو منطقي مش راح تجلع... يعني زمان ما كناش ننام الا كنا عارفين النتيجه صحيح. أو نصحى الساعة 6 الصبح تكون معروفة النتيجة في م. كل الم... بس هلا لا ما ما اتوقعش انا انه نفس الليلة راح نقدر نعرف نتيجة، بساطة جدا بسبب اللي حكيته في م. وقت لكن هذا ليس مدعاه للشك انه يعني وبعدين الغريب انه يعني كيف كيف بدي تختلف النتيجة ما دام كل مرشح او كل مندوب عارف عدد الاصوات اللي, اللي حصل بقى... عليها فين صحيح. وموجودة معلقة لا في نجل... ومعلقة نقل ما في نقل للصناديق لا... زمان كان يقول يعني الصندوق يفرز في مكان م. الاقتراع مم. والنتيجة أيضا تبقى في مكان الاقتراع وتأخذ صورة عنها مم. وبعدين تروح على المركز وتجمع الأصوات بعرفش يعني اللوز فنيا هم يعني الهيئة مم. هي المسؤولة عن ذلك أنا فقط حاولت أن أوضح بناء على المعلومات بقدمها الهيئة مم. بس أنا ما قلت لا ثلاثة أيام ولا خمسة أيام <applause> هلأ مصر مم. إنه إنها راح تأخذ وقت أكثر لكن الهيئة هي اللي تستطيع أن تقدر المدة الزمنية اللي أكيد. تحتاجها وما أظن حتى لو تأخرت مش معناته انه يجب ان يكون هناك شك ما دام تابعين او الاعلام بيكون موجود اكيد في ال... في هاي وهي منطقية. والمراقبين لا انه في 4000 مراقب من مختلف الان بيراقبوا مراقبين جديين انا بعرف من ومنهم 500 من الاتحاد الاوروبي اه من الاتحاد الاوروبي وفي من المؤسسات الامريكيه على مستوى وهذول وغير راصد وغير المجموعات الموجوده من الدول العربيه وهذول بيراقبوا بدقه وعندهم يعني طرق للتاكد فاعتقد يعني مم. يعني ان شاء الله ان شاء الله تطلع باسرع وقت ان شاء الله أحني. هي يعني ولو احتاجت الى يوم او يومين هو منطق صراحه. نعود الى محاور زياره اربد مع الائمه والوعاظ في تعزيز مفهوم المشاركه في الانتخابات، ما الدور الملقى عليهم؟ يعني احنا كان هذا كان ثالث لقاء وكانت مبادره بالتعاون بين وزاره الشؤون السياسيه ومع وزاره الاوقاف. مم. عقد لقاء في اربد وعقد لقاء في عمان حضروا اكثر من 600 واعظ و... 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 و وامام وايضا في الزرقاء ورصيفة مع بعض حضر عدد كبير وكان هذا القضيه الاساسيه انه يعني الناس بيستغربوا طب ليش الوعاظ لاول مره؟ بنقول لهم يعني هم جزء من المواطنين اول شيء ولهم حق في ذلك وهم لهم علاقه مباشره في الناس مم. في الخاصة في المناطق في كل المناطق في الجوامع وفي القرى لهم علاقة مو ولهم تأثير مو ولهم مو تأثير مو. اهم شيء احنا ما طلبنا منهم يتخذوا موقف مع هذا اهم شيء انهم م. يشرحوا للناس ان المشاركة هي شيء ويشجعوا الناس على المشاركة وايضا ان لا يستغل المسجد اللي هو مكان عبادة للمسلمين كله لن يكون لصالح جهة شخص او مجموعة بغض النظر مين هي يعني تكون في المسجد هذا المسجد للصلاة للعبادة لكن هم لهم دور في اهم شيء وهي قضيه عامه مصلحه عامه، المصلحه, المصلحة العامه تتجسد في دعوه الناس للمشاركه والمصلحه العامه تتجسد في ان يختار كل واحد ضميره والمصلحه العامه تتجسد في ان يقولوا ان الرشوه الانتخابيه هي حرام. ولا تجوز مم. وأن تنتخب على أساس قناعتك بالشخص مين ما كان يكون ما بهمني مين هو مم. هذه هي القضية الأساسية وكان في نقاشات مهمة جدا وحتى يعني أكثر العناوين أخذوها من هذا اللقاء أنت لاحظ مركز عليه بس في لقاء <applause> <applause> معناته كان في أسئلة مهمة وكان في نقاش حيوي مم. من لأنهم في النهاية هم مواطنين هم مم. لهم أهواء كمان وحقكم اني يعني انا ممكن اطلع وزير انا ما بقدرش لا انا ممكن اكون مع جهه معينه مع قائمه معينه او شخص معين لكن المهم ان لا يستغل وظيفته وان اعلن وان اصرح وان اساعد هذا الشخص او ذاك هذا ما المهم مع المهندس احنا راح نكمل حديثنا عن تعزيز مفهوم المشاركه في الانتخابات ولكن مشاهدينا بعد هذا الفاصل خليكم معنا اهلا بكم من جديد في برلمان 2016 اهلا بك معليك <applause> الان معليك سنشاهد بمعيه الساده المشاهدين هذا التقرير عن احد المبادرات المحفزه للمشاركه في الانتخابات ونعود لنواصل الحديث شارك صح هو اسم أطلق على قافلة انطلقت من أمام مبنى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المحلي راصد لتجوب كافة محافظات المملكة بهدف حث الناخبين وتشجيعهم على المشاركة بالانتخابات القادمة، إن تسيير القافلة يهدف إلى إيجاد آلية جديدة لتشجيع المشاركة بالانتخابات من خلال التواصل المباشر ما بين الناخبين وفريق من المتطوعين الذي تم تاهيله مسبقا على ايدي خبراء ومختصين ليقوموا بشرح قانون الانتخاب الحالي للمواطنين واليه التصويت بحسب المنظمين تتميز هذه القافله بان المتطوعين والمتطوعات في, في هذه القافله سيتحدثون مع المواطنين وجها لوجه، وجه. سيحاولون شرح قانون الانتخاب وتشجيعهم على الذهاب الى صناديق الاقتراع واختيار المواطن الذي الناخب الذي يمثلهم في الانتخابات القادمه والذي يمكن ان يكون نائبا في البرلمان القادم بحيث يكون هذا الاختيار ليس مبنيا على اسس عشائريه او ديمغرافية او حتى على شراء الاصوات لا سمح الله، وانما يكون يمثلهم من خلال المشاركه الصح. القافله تسير في كافة المحافظات من الالويه والقرى والبوادي والمخيمات لتشجيع الناخبين على المشاركه بالانتخابات المقبله وهي خطوه على طريق الاصلاح من خلال توسيع مشاركه المواطن بصناعه القرار عبر صناديق الاقتراع وذلك لانها مفتاح الاصلاح والتغيير بحسب المنظمين شارك صح هي تشجيع المواطنين وخصوصا احنا التركيز هون راح يكون على الشباب والشابات وينهم يشاركوا في الانتخابات النيابيه المقبله ويعرفوا انه لهم دور كبير كونهم الأكبر في المجتمع الأردني في تعزيز وترسيخ مسيرة الإصلاح من خلال مشاركتهم في الانتخابات النيابية القادمة القادمة المشاركة الواسعة في الانتخابات من قبل المواطنين ستنعكس بشكل مباشر على إثراء الحراك الانتخابي والمساهمة في فرز مجلس نواب يمثل مختلف الألوان والأطياف السياسية والحزبية والمجتمعية معليك يعني شفنا في التقرير أحد المبادرات المحفزة للمشاركة في العملية الانتخابية تقولون شارك ولو بورقة بيضاء يعني أنا بقول شارك وانتخب كمان مم. يعني أهم شيء أن تختار لأنه في النهاية يعني أنت سوف تتحمل مسؤولية نتائج الانتخابات المواطن هو الذي يتحمل لأنه هو اللي راح ينتخب مم. فأين هي نتائج المواطن يتحمل مسؤوليتها ففي النهاية إذا شاركت عليك أن تختار لأن يكون بحيث يستطيع إمكانية أن يكون لك دور في الخيار في رأيي أنا <applause> لأنك كما قلت يعني ورقة بيضاء قد لا تساء مع يعني هي في النهاية من أجل أن تشارك يمكن لا يوصل الصندوق يقول لك لا بدي أحط واحد القضية الأساسية أن هناك برلمان سوف ينتخب وهذا البرلمان مهم جدا في الحياة السياسية هو الذي يقر القوانين كلها ويناقش وهو الذي يراقب عمل الحكومات ويحاسبهم الصحيح انه يعني الناس مرات تنسى يعني ما عنديش دفاعنا عن البرلمانات السابقه لكن كل برلمان كان له دور يعني البرلمان السابق اقر كثير من القوانين واعطي مثال وغير كثير من القوانين التي جاءت من الحكومه او الجهات المعنيه واخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الجهات المجتمعيه التي تمثل الناس المتاثره بالقانون، احكي مثال قانون الضمان الاجتماعي، م. بعثت الحكومه بقانون الضمان الاجتماعي اذا بنتذكر، وكان هناك نقاش طويل لانه هذا قضيه مصالح للناس، م. وتم تعديل في كثير من القضايا خاصه المبكر، اذا بنتذكر، التقاعد المبكر عن طريق البرلمان، بحيث اخذ بعين الاعتبار راي النقابات المهنيه، راي المواطنين والجمعيات، فهذا انجاز، يعني هذا مثال انا بحكي عن هذا القانون، وهناك قوانين كثيره ايضا، قامت البرلمان بتغييرها ولم ياخذ في ما اقرته ما ارسلته الحكومه م. فاي برلمان مهم ووجود البرلمان بحد ذاته اللي بقول لك شو بدي بهالبرلمان مش صحيح وجود البرلمان هو يحد من من امكانيه ان يكون هناك سلطه مطلقه للحكومه انا م. في الحكومه واسهل علي اعمل اللي بدي اياه واقوم بما يعني ما اريد بدون ان يكون علي لا رقيبا ولا حسيب م. في وجود برلمان تق تماما الحكومه بتفكر ألف مره قبل ان تاخذ اجراء الا ان يكون اجراء مستق... يعني مدروس وممكن ان يكون بالتوافق مع هذه قضية مهمة بقول لك البرلمان لا البرلمان يساعد ويساهم رغم كل ما قيل عن البرلمانات السابقة انها يعني شكليه مش صحيح هذا الكلام انا مم. في رايي وليس مم. طبيعي ممكن يكون الاداء احسن ولكن المشكله الاساسيه انه احنا بنقرر كيف يكون الاداء احسن لانه احنا بننتخب عشان فردي الاداء ممكن ان يتحسن كثيرا عندما يصبح هناك احزاب سياسيه لها برامج وتكتلات سياسيه مم. داخل البرلمان صح. واقدر احاسبها واراقبها وتطرح والفعل تقوم تنفذ برامجها بس مصر صار لحاله وعنده وجهه نظر وفل وفلان, وفلان 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 العمل الفردي مهما كان الشخص يعني عنده امكانيات لن يقوم لن يستطيع ان يغير شيء واحنا بنلاحظ الان يعني انا بحكي للمواطن بصراحه وبوضوح اذا اردت ان تغير عليك ان تنتخب على اساس برامجي وسياسي العمل الفردي لن يفيد وبالذكرى انت بتنتخب وبعد شهر بصير يقول لك شو هالبرلمان يعني ف يعني ومرات بكون البرلمان يعني ممكن ما ينتخب يحكي لك شو هالبرلمان أو انت هون انت حتى الذي لا ينتخب هو يتحمل مسؤوليه <ممم>. لانه هو يعني اختار المقاطعه مش بس اختار وجعل غيره في النهايه ان يقرر عنه لانه الانتخاب هو بعدم انتخابه جعل اعطى صوته لناس ثانيين يقرروا عنه وفي النهايه يتحمل مسؤوليه واذا انتقد البرلمان انا بقول ما لكش حق لانك انت لم تشارك في صنعه مزبوطه لم تشارك في صنع هذا البرلمان فالقضيه الاساسيه انا اعتقد وجود برلمان مهم بغض النظر مهم جدا ان يكون هناك تيارات سياسيه وكتل سياسيه واضحه ينتخب المواطن لانه هذا اللي بيقدر يعمل توازن داخل لما يكون في عندي كتل كبيره للاسف لحد الان وقانون قانون الانتخاب جاء المساهمة في ذلك قد لا يظهر في رأيي تأثير هذا القانون او هذا النظام الانتخابي حاليا في هذا لكن انا ما أعتقد انه مباشرة بعد انتهاء الانتخابات كل الطامحين في العمل السياسي م. وهذا حق مشروع لكل مواطن م. كل الطامحين في العمل العام سوف يبدأوا يفكرون كيف يحضرون للانتخابات القادمه على اساس العمل الجماعي الحزبي م. م. وهذا مهم جدا ايضا للمستقبل زي ما قلت بسمع ناس بيقول لك هاي كتل بس في كتل شكليه وفرديه وناس بتحط صحيح لانه م. احنا صرنا 25 سنه تعمل بشكل فردي مش بيوم بيوم وليله راح نتغير م. انا بقول دائما يعني بس انت بتكون بتنام بتسافر يومين م. برا بتنام في اوتيل اول يومين بتكون بتعرفش تنام على التخت لانك مم. متعود على التخت يمكن يكون احسن وارقى مم. والشو اسمه الفرشه أسخة. يعني صحيه 100% بتعرفش تنام عليها عبين ما عليها يومين مم. ثلاثه وهذا نفس الشيء علينا ان يعني ان ان, أن, أن ننتظر ولكن وجود والمشاركة في الانتخابات مهم جدا لكل المواطنين يعني من من حقيقة معليك ننتقل لموضوع الشباب والمشاركة الانتخابية لهم حيث أن القانون أتاح لمن لم يبلغوا الثامنة عشر المشاركة يعني بغض النظر من أول عدد الشباب هي بالأساس كبيرة حتى من الثامن عشر كما كان خلنا نترك أنه السابع عشر للثامن عشر وهذا عدد زيادة بس هون في, في إشكالية مع أنه مثلا مسألة النضوج السياسي وخصوصا لمن هم دون الثامن عشر يعني هلأ شو الفرق بين سبعة عشر إلى ثمانية عشر تم الاتفاق عليه يعني م. هو عمليا سبعة عشر ونص مم. انا رحت ادرس كان عندي اقل من 18 وطلعت مم. سافرت برا ما يعني ما كنتش ناضي صحيح بس ما عملت بلاوي وكثير مم. مم. اخوان في فرق يعني خمسة اشهر ستة اشهر بصير ال... هاي مش هاي القضيه القضيه الاساسيه انه انا اعتقد الشباب لهم مصلحه اكثر من اي جهه اخرى في الانتخاب لانه هذا يعني في النهايه القوانين هي تؤثر مباشره على حياتهم بالنسبه الاكبر وهم غير انه بالنسبه الأكبر هناك هم بده اقتصادي هم يبحثون عن فرص عمل مم. تطور الاقتصاد وتطور الاستثمار القطاع الخاص والاستثمار بشكل عام كل هذه القضايا بهمهم أكثر من أجل إيجاد فرص عمل وبناء بيت ثم عائلة وال... يعني كل القوانين ضمان اجتماعي بيأثر أكثر على الشباب قانون الضريبة بيأثر على الشباب قوانين الاستثمار بين القوانين السياسية بتأثر على الشباب فالشباب لهم مصلحة مضاعفة أكثر كل مواطن له مصلحة ولكن الشباب لهم مصلحة مضاعفة في أن يشاركوا في الانتخابات وأنا بعتقد منه الابتعاد عن الانتخابات بحجة أنه مش عاجبنا حدا كمان هذا غلط في النهاية مواضح. لا أنت بدك تشارك تترشح ولا أنت بدك تنتخب مش عاجبني حدا ففي مشكلة معناته يعني في مشكلة كمان عندك القضية الأساسية صحيح في ناس بيقول لك يعني احنا بدنا هيك هيك وهذول المجلس النواب ما بك ما بيعمل شيء او الحكومات ما في النهايه انت بدك اذا عندك وجهه نظر بدك تقنع الاغلبيه وان تجد من يؤيدها وتنتخبه لانه ممكن فئه بالمجتمع المجتمع ما, ما ما بتفكر زيك وهذا شيء حق هيك الديمقراطيه لكن عدم المشاركه انا في رايي هو موقف سلبي لا يساهم حتى في تحقيق طموحاتك او فكرتك من انت من من البدايه قتلت م. امكانيه تحقيق ما تريد لانك ما شاركت م. يمكن لما تشارك يمكن يكون في فرصه إذا أوصلت ناس يمتلكون نفس القناعات لك سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية فهذه المشاركة أنا أعتقد بديش أقول واجب هي حق صحيح وواجب لكن هي مهمة إلي لأنها بتأثر على حياتي حياتنا كلنا يعني القوانين اللي بتطلع بتأثر على قانون زي ما قلت قانون الضمان الاجتماعي شو صار فيه قانون ضرب الدخل راح يناقش يؤثر عليهم يؤثر عليهم ب يؤثر مش يؤثر عليهم مباشره انه بده ياخذ بس مصاري يؤثر على الاستثمار يؤثر على المؤسسات والشركات آه اللي بتخلق فرص عمل لهم ما عليك المراه يعني كيف تقيمون تمثيل المراه في القوائم الانتخابيه يعني 20% في مشاركه المراه وهي من النسب العالية على نسبه اتوقع انا ما بعرف اذا تحققت قبل هل, يعني هل, هي بالكم والنوع المأمولين لا انا بحكي هسه من ناحيه الكميه هذا مهم انه زاد عدد تمثيل المراه وهذا مهم بغض النظر مرات يعني هل يعني التراكم 43 التراكم الكمي في الفلسفه وفي العلم لك إشي التراكم الكمي يؤدي في النهايه الى تحول نوعي يعني شوي 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 بكبر يعني زي قرش على قرش بصيروا ميه يعني نفس الاشي التراكم الكمي لا يؤدي الى تصير قرش بدل قرش ميه فعمليا مشاركه المراه عدد جيد يعني نسبة اعلى نتمنى ان تكون هناك نسبة اعلى في المشاركة لكن المرأة هناك الحد الادنى للمقاعد نتمنى ان تفوز المرأة بالتنافس كما جرى وهي القضية بتعتمد على المجتمع وفي تعاملها المجتمع، الدولة الأردنية معنية في ان تكون هناك تمثيل سياسي للمرأة كان هيك وضعت الحد الأدنى للمقاعد بسميهاش كوتا لأن م. المرأة هي حد أدنى أنا ممكن تفوز 130 مقعد يعني وتحرم وتحرم الرجال تحرمنا من المشاء من ال... لكن وهي وبدات في عام 2003 في اول انتخابات من ستة حاليا 15 في كان هناك انتقاد انه عدم يعني هذا العدد لا يكفي ممكن المستقبل زيادته واقناع المجتمع والبرلمان انه مطلوب اكبر عدد لكن الاساس المهم جدا ان يقتنع المجتمع بان المراه مساويه للرجل وانها تستطيع ان تقوم بنفس الدور الذي يقوم به الرجل وهذا يأتي في الاساس من من ينجح من النساء ان يكون ان يثبت ذلك وان يعطوا انطباع ايجابي للمجتمع وهذه قضيه مهمه جدا هناك يعني القوانين الاردنيه السياسيه في في التمثيل في, في 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 كل القوانين المعنيه في العمليه التمثيليه اعطت نسبه كوتا في البلديات 25% في مجالس المحافظات 15 في المية اللامركزية لأنه السنة القادمة راح يكون عندنا انتخابات بلدية ولا مركزية مجالس محافظة لكن بيعتمد على المرأة وعلى المجتمع في قبولها طبيعي نتمنى أن يكون هناك مشاركة أكثر لكن نسبة أنا أقول بشكل عام نسبة في العالم كله حتى في الدول الديمقراطية يعني نسبة المتوسط مشاركة المرأة في البرلمان أو وجودها في البرلمان تقريبا أراوند 20% 20% بالمئة. احنا لما نحقق 15% بنكون قريبين هاي في دول زي مم. دول زي فرنسا يعني زي مش احنا يعني مم. يمكن في دول متطورة جدا الاسكندنافية هناك تضمن أن يكون 50 تقريبا بالمية بينما معظم دول أوروبا أقل بكثير من معاليك بين الفينة والأخرى تخرج أصوات تنادي بمقاطعة الانتخابات ردك عليها شوف انا بدي احكي قضيتين ليش ارد عليهم كل واحد هو حر لكن أنا اعتقد انا بسميه هذا حرد 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 م. واحنا وتم تجربه المقاطعه في دورتين م. 2010 و13 من قوى سياسيه مختلفه وهذا حقهم حرين م. م. لكن في النهايه انا بعتقد انها ان النتيجه لم تكن في صالح احد ولا في صالحهم انه في النهايه صار انتخابات برلمانيه وفي برلمان صار له اربع سنين خلص مدته تقريبا م. هذا الحالي و وهو كان يناقش القوانين والتشريعات بغض النظر مين قاطع ومين ما قاطع وهو الشكل الدستوري الوحيد إم. البرلمان هو الشكل الدستوري الوحيد الـ 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 يعني الذي تقر فيه القوانين خاصه بعد الغاء إم. القوانين امكانيه الحكومه اصدار قوانين مؤقته وهو ايضا الذي يراقب عمل الحكومه فانا اعتقد المقاطعه حرد سياسي حرد ما بفيد يعني وما عليك على الاخوان قال احنا صغار كنا نحرد ما يعجبوش عن العشاء نحرد انه زعلان العشاء بعد ساعتين تصير تتمنى انه واحد يقول لك تعال تعشا. يعني معليك في هناك ناس بتحكي لك انا مش فاهم القانون بديش اشارك فيش عندها ثقه بالحكومه وانت قلتم في لقاء الامه والوعاظ في إربد قلتم لا يحق لاي مواطن لم يشارك في العمليه الانتخابيه ان ينتقد مجلس أنا النواب انا انا مصر على هذا الكلام، انا م. اعتقد اي مشا لمن لم يشارك في انتخاب المجلس لا يحق له الانتقاد. الذي شارك يحق له الانتقاد مع انه كلنا بنتحمل مسؤوليه وما في ثقه في الحكومه، الحكومه ليست حاليا لم تبقى هي المسؤوله عن الانتخابات، هناك هيئه مستقله وهذه الهيئه تق... تقوم بعمل يعني الهيئه المستقله اشرفت على انتخابات 2013 لكن كانت فتره قصيره يعني إنش... يعني قبل انشائها ولم يكن لها هذه التجربه، حاليا هي تقوم باجراءات كثير حسب المعايير الدوليه للحفاظ على نزاهه وسريه الاقتراع، واكثر حتى من المعايير وانتم سمعنا يعني اللي كلنا ماذا تنوي الهيئه المستقله ان تقوم وعلى حد الان هي ضبطت عمليه التسجيل والناخب والترشيح م. بوضوح وبكل دقه في تطبيق القانون، بغض النظر هلا في ناس بيزعل في ناس ما بيزعل لانه لكن والإجراءات التي أعلنت عنها عن يوم الفرز ويوم الاقتراع والفرز أيضا إجراءات مهمة مطلوب منا فقط أن نشارك مطلوب منا أن نحترم نعم. النتائج. مطلوب منا أن نحمل الانتخابات على... منا منا مش فقط من, من أن نقوم جميل. نحن بمحاولة الت... 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 يعني المطلوب الت... هي المشاركة. المشاركة يعني في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا تقديم الشكر إلى معالي المهندس موسى المعايطة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية شكرا لك جزيلا وشكرا جزيلا وشرفنا اليوم شكرا لك وشكرا وشكرا يعطيك ألف مشاهدينا في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلى تقديم الشكر لكم أيضا وغدا بنفس الموعد في أمان الله